السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنرحب بكم في التمرين رقم 6 من سلسلة تمارين درس الاشتقاق وتطبيقاته. إذا عندنا تمرين جديد فيه مجموعة من الأسئلة اللي غنحاول نجاوب عليها. إذا كنصحكم بإنجاز التمرين قبل مشاهدة الحل، هكذا باش يمكن لكم تستافدوا من التمرين. إذا نبدأ بالمعطيات ديال التمرين. نعتبر الدالة اف المعرفة كالتالي: اف ل اكس كتساوي لنا القيمة المطلقة ديال اكس الجذر ديال واحد ناقص اكس. نبدأ بالسؤال الأول اللي هو تحديد مجموعة التعريف دي اف. إذا عندنا دي اف كتساوي لنا عندنا اكس كينتمي ل ار، وهنا خصني ندير الشروط. إذا حنا عندنا الجذر، ما بداخل الجذر خصو يكون أكبر أو يساوي صفر. إذا واحد ناقص إكس أكبر أو تساوي صفر. إذا عندنا واحد متراجحة، إذا غادي ندي إكس للطرف الثاني غيولي واحد كبر، يعني أكبر من إكس، أي أن إكس صار من واحد. إذا ديت إف غادي نعبر عليها بمشال، إذا هي ناقص للنهاية واحد، المجال مغلق لأن أكبر من أو أصغر من أو تساوي. السؤال الثاني: أدرس قابلية الاشتقاق f على اليمين عند الصفر. إذن على اليمين عند الصفر حنا خصني نتامل هاد القيمة المطلقة. ما معنى على اليمين عند الصفر؟ حنا كنعرفو بأن القيمة المطلقة ديال x غتساوي جوج قيم. إلا كانت x عدد موجب أكبر من صفر فغيساوي لنا إكس، وإلا كانت إكس أصغر من صفر فغتساوي لنا ناقص إكس. حنا قلنا الإشتقاق على اليمين يعني أن إكس أكبر من صفر، إذا القيمة المطلقة ديال إكس كتساوي إكس. إذا نبداو نحسبو إف ديال صفر، غادي نعوضو، غتجينا هي حنا قلنا إف لي إكس في هاد الحالة راه تكتب على هذا الشكل. إذا نحسبو إف ديال صفر، تجينا هي صفر مضروبة في الجذر ديال واحد ناقص صفر، أي هي صفر. إذا صفر واحد العدد كيعطينا صفر. إذا ليميت ديال إف ديال إكس ناقص إف ديال صفر على إكس ناقص صفر صفر بلس تساوي ليميت، غادي نديرو التعويض ديال إكس جذر واحد ناقص إكس، إف ديال صفر هي صفر على إكس. إذا غنختزلو بالعدد إكس في البسط أو في المقام، يبقى لنا ليميت ديال جذر واحد ناقص إكس، غادي نديرو التعويض، إجنا الجذر ديال واحد ناقص صفر أي واحد. إذا إف بريم ديال ضوء في الصفر كتساوي لنا واحد. الاستنتاج: اف قابلة للاشتقاق على اليمين عند اكس زيرو كتساوي لنا صفر. بنفس الكيفية غادي نديرو الاشتقاق على اليسار. هنا خصني ننتبه كذلك بالنسبة للقيمة المطلقة، القيمة المطلقة في هذه الحالة غتساوي لنا ناقص إكس، علاش؟ لأن إكس أصغر من صفر. إذا ليميت ديال إف لي إكس ناقص إف ديال صفر على إكس ناقص صفر في زيرو موان كتساوي لنا ليميت. إذا عندنا ناقص إكس جذر واحد ناقص إكس، قلنا القيمة المطلقة ديال إكس غتساوي ناقص إكس، إذا ناقص صفر على إكس زيرو موان. إذا نختزلو بإكس، غادي يبقى لنا ليميت ديال ناقص الجذر ديال واحد ناقص إكس، تعويض غادي يعطينا ناقص الجذر ديال واحد ناقص صفر أي ناقص واحد. إذا إف بريم غوش ديال صفر، يعني العدد المشتق على اليسار في الصفر يساوي ناقص واحد. الاستنتاج: اف
قابلة للاشتقاق على اليسار عند اكس كتساوي لنا اكس 0 كتساوي لنا 0. اذا لقينا بان اف قابل للاشتقاق على اليسار وعلى اليمين، ولكن العدد المشتق على اليمين كيساوي 1 والعدد المشتق على اليسار كيساوي ناقص 1. اذا كاستنتاج اذا بما ان اف بريم جوج ديال الصفر يخالف اف بريم بغوا ديال الصفر، فان اف غير قابله للاشتقاق عند اكس 0 كتساوي الصفر. وفي هذه الحاله النقطه هو النقطه صفر اف ديال الصفر تسمى ماذا؟ إذن تسمى نقطة ميزوات. إذن نقطة ميزوات بوان أونغولو. إذن ندوزو للسؤال الموالي اللي غادي نشوف فيه دراسة قابلية الاشتقاق اف على اليسار عند اكس 0 كتساوي لنا 1. إذن دائما في القيمة المطلقة خاصني ننتبه عند يعني ملي كتكون اكس قريبة من الواحد القيمة المطلقة غتكون بطبيعة الحال موجبة. علاش؟ أنا نشرح لكم هادشي هذا باش ما تدوخش. القيمة المطلقة ديال إكس دي نحدو بعد الإشارة ديال إكس، إذا إكس كتنعدم في الزيرو، يعني هنا كتكون موجبة ملي كتكون كبر من الزيرو، وملي كتكون صغر من الزيرو كتكون سالبة. يعني القيمة المطلقة ديال إكس ملي كتكون إكس صغر من الزيرو يعني كتكون سالبة، إذا القيمة المطلقة غتساوي لنا ناقص إكس، حنا غتنعادل في الزيرو. وملي كتكون إكس كبر من الزيرو كتكون القيمة المطلقة ديال إكس كتساوي لنا إكس. الواحد فين كاين؟ كاين هنا. إذا القيمة المطلقة ديال إكس غتساوي لنا إكس. نتمنى باش هادشي يكون واضح. إذا ندرسو الاشتقاق، نحسبو اف ديال 1 اللي هي القيمة المطلقة، غادي نحيدو القيمة المطلقة غادي تولي هي 1 الجذر ديال 1 ناقص 1، أي 1 مضروبة في الصفر أي تساوي 0. إذا ليميت ديال اف دو اكس ناقص اف ديال 1 على اكس ناقص 1 اكس يؤول إلى الواحد موان تساوي ماذا؟ ليميت ديال اكس الجذر ديال واحد ناقص اكس على اكس ناقص واحد في واحد موان. في هاد الحالة إلا عوضت هاد التعبير، إلا عوضت اكس بعدد واحد غادي يجيني واحد الجذر ديال واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد، يعني صفر على صفر بشكل غير محدد. إذن غنستعمل المرافق، المرافق ديال ناس ديال جذر واحد ناقص اكس. اذا اكس واحد ناقص اكس في الجذر ديال واحد ناقص اكس على اكس ناقص واحد غادي نضربها في الجذر ديال واحد ناقص اكس. اذا ليميت عندنا الجذر في الجذر كيعطينا الجذر ديال واحد ناقص اكس مربع، المربع كيمشي مع الجذر تيبقى لنا واحد ناقص اكس على اكس ناقص واحد الجذر ديال واحد ناقص اكس. في البسط عندي واحد ناقص اكس، وفي المقام عندنا اكس ناقص واحد. اذا حنا كنعرفو مثلا واحد ناقص اكس الى عملنا بناقص واحد فغتولي هي ناقص واحد زائد اكس، او غنكتبها هي اكس ناقص واحد. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نعمل الولاد في البسط ناقص اكس عامل اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد الجذر ديال واحد ناقص اكس. دابا غنختزل باكس ناقص واحد في البسط وفي المقام، وغادي يبقى لينا ناقص اكس على الجذر ديال واحد ناقص اكس. الان دابا التعويض، الى عوضنا يجينا ناقص
واحد على الجذر ديال واحد ناقص واحد، اي الجذر ديال الصفر. قلنا احنا دائما الجذر كيعطيني عدد موجب، اذا غيكون عندنا هي ناقص واحد على صفر بلس. هاد الكتابة راه ما مسموحش لي باش نكتبها، اذا احنا شنو كنديرو؟ واحد على زيرو بلس او لا ناقص واحد على زيرو بلس، شنو هي؟ هي موان لانفيني، اذا ناقص لا نهاية. غادي ندير لان ليميت ديال جذر واحد ناقص اكس في واحد موان كتساوي لنا زيرو بلس. اذا حسبنا الشقاق كانه كيساوي لنا لانفيني، وبالتالي اف غير قابلة للاشتقاق على اليسار عند اكس زيرو كتساوي لنا واحد. الآن غادي ندوز للتأويل الهندسي، غير قابلة للاشتقاق ولكن تقبل مماس أو نصف مماس، لأن حنا كندرسو الاشتقاق على اليسار، يكون عندنا الاشتقاق على اليسار أو على اليمين فالسيف يقبل نصف مماس. دونك هاد نصف مماس كي داير؟ حنا شنو لقينا؟ لقينا بأن الليميت ديال اف دو اكس ناقص اف ديال واحد على اكس ناقص واحد في واحد موان كيساوي ناقص لا نهاية. إذا هذا مماس غيكون رأسي، يعني غيكون رأسي أو نصف مماس غيكون رأسي. إذا باش نعرف واش داك نصف مماس موجه نحو الأعلى أو نحو الأسفل، غنشوف هاد الإشارتين بجوج، الإشارة ديال الواحد يعني واحد موان يعني موان، وعندنا هنا ناقص لا نهاية، إذا ناقص ناقص تيكون موجه نحو الأعلى، أي موازي لمحور الأراتيب، ولا كان عندنا إشارتان مختلفتان فكيكون عندنا موجه نحو الأسفل. إذا شنو غادي نقول في الحالة؟ إذا مبدئيا منحنى الدالة F يقبل نصف مماس موازي لمحور الأراتيب على اليسار في النقطة، إذا في النقطة اللي كندرسو فيها الاشتقاق، أي في النقطة أ واحد إف ديال واحد، وإف واحد حسبناها هي زيرو، أي في النقطة نسميها النقطة أ هي واحد صفر، وموجه نحو الأعلى. إذا نصف مماس كيكون مثلا إذا كان عندنا المنحنى بحال الشكل هذا، كيكون عندنا واحد صفر، إذا واحد صفر هي النقطة هذه، إذا كيكون عندنا واحد نصف مماس موجه نحو الأعلى بحال الشكل هذا.